الفنانة نوال الزغبي انتهت من فترة من تصوير الفيديو كليب الجديد لأغنية يا جدع. نوال شوقت جمهورها على انستجرام للكليب ونشرت صورة منه على حسابها وكتبت في التعليق عليها فيديو كليب يا جدع قريبا جدا على اليوتيوب. جمهور نوال أكدوا لها في التعليقات ان هما بيحبوا الأغنية دي جدا وكمان الألبوم كله. واحد كتب في التعليق ألبوم تحفة كالعادة، بالتوفيق ومن نجاح لنجاح.